توفر في المعروض من السلع في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تواصل وزارة الداخلية فعالياتها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع إحكام الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار. التخفيضات على السلع في إطار المبادرة تصل إلى 60%. ويشارك في هذه المرحلة الممتدة منذ شهر رمضان 28 سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعاً على مستوى الجمهورية. احنا موفرين معظم السلع زي الرز وزي الزيت وزي السكر بأسعار مميزة، وبنحاول نحافظ طبعاً على تواجد السلع بصفة دائمة وبأسعار مخفضة يعني. وقد أشاد المواطنون بحرص الوزارة على مد فعاليات المبادرة مع توفير السلع بجودة عالية وبتخفيضات كبيرة، ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. أنا شايفة أن ما شاء الله متوفر كل حاجة، الأسعار كويسة مقارنة من الناس بتستغل وترفع في الأسعار، والحاجة متوفرة جدا وكل حاجة بصراحة مبسوطة منها يعني. مبادرة أسعارها كويسة، وإحنا بنشد سيادة الرئيس إن المبادرة تنتشر أكتر وأكتر ويبقى الأسعار دي توفر على طول السنة. فعلا أسعار رخيصة جدا جدا جدا، أنا بنصح الناس يجوا اللي فيها حاجات المبادرة بتاعت سيادة الرئيس. السلع كلها هنا فيها تخفيضات والعملية متوفرة خالص، وبشكر سيادة الرئيس. وتم إقامة 4 معارض رئيسية في إطار المبادرة تتوفر فيها كافة أنواع السلع بجودة عالية وبالأسعار المخفضة. أنا تقريبا ما فيش حاجة مش موجودة الحقيقة، كل متغطي، بالذات طبعا الحاجات الأساسية اللي البيوت بتحتاجها. طبعا بشكر سيادة الرئيس جدا على المبادرة دي، وعلى ان احنا السلع والمنتجات متوفره باسعار مناسبه بتلبي احتياجات المواطن. اسعار في المتناول وغير اسعار بره، ارخص من بره كتير يعني، في حاجات لا في فرق واضح فيها. المبادره كويسه جدا 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 وجميله، ملبيه كل احتياجاتنا وكل حاجه، فالاسعار كويسه قوي، الاسعار في المتناول الجميع كويسه جدا بصراحه يعني. في السياق الذاتي تواصل منظومه امان التابعه لوزاره الداخليه مشاركتها في المبادره من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة عبر 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً تابعاً لها على مستوى الجمهورية وموضحة على موقع الوزارة على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، ونبقى جنبك للنهاية. المبادرة تأتي استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار السلع. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب.